خش معايا. لقيتهم قوية والله، أنا مش فاهم التذكرة دي بقى عبيطة بيحطوها ليه؟ أهلا فريد. خش معايا. سيادة العميد عمرو العطار مدير شرطة السكة الحديد، أهلا وسهلا بيك في أخبارك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. النهاردة يعني كانت عودة القطارات بعد توقف 68 يوم. عايزين سيادتك تطلعنا على الحالة الأمنية النهاردة في محافظة مصر، وإزاي استعدت وزارة الداخلية بخطة أمنية النهاردة لتأمين حركة القطارات. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يعتبر يوم سعيد عندنا وعند كل المصريين. طبعا حضرتك عارف ان الفتره اللي فاتت دي توقفت فيها حركه القطارات بشكل كامل، وبعد كده بدات تعود بشكل جزئي تدريجيا بالقطارات الركاب وعن القطارات المميزه وعن القطارات المميزه والمكيفه. حاليا البحري اللي شغال ب 28 رحله ومتامن في اتخاذ كافه الاجراءات الامنيه الكفيله باذن الله تعالى انها تمنع حدوث اي تداعيات امنيه ان شاء الله. هل تم رصد النهاردة أي حالات شغب أو محاولات تخريب أو تجمعات؟ لا، ما فيش أي حاجة حصلت الحمد لله لغاية دلوقتي، وإن شاء الله مش هتحصل حاجة، وإن شاء الله إحنا جاهزين لأي حاجة بإذن الله. بالنسبة لقطارات الوجه القبلي، هل في موعد محدد لتشغيلها؟ إن شاء الله قريبا جدا بإذن الله، بعد ما تمشي قطارات الوجه البحري بإذن الله قطارات الوجه القبلي قريبا إن شاء الله. هل وزارة الداخلية بتستعد دلوقتي لتأمين خط الوجه القبلي؟ احنا مستعدين للتأمين الكامل على مستوى المرفق بالكامل، ودارة شرطة النقل والمواصلات مستعدة في كل المحطات على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات الأمن، ولكن لكل شيء وقته بإذن الله. هل يعني النهاردة الاستعدادات الأمنية كانت، هل كان في حاجات إضافية؟ يعني كان في كلاب بوليسية و
في تفتيش على الحقائب في الدخول والخروج؟ هل كان في اجراءات اضافيه للتامين النهارده؟ هو في اجراءات متقدمه بالنسبه للامن بنشر قواتنا الشرطه السريين من الضباط والافراد بيبقوا موجودين في ساحات المحطات لتحقيق حالات الاشتباء المبكره قبل دخول المحطات. بيدخل المسافر على المحطه بيمر من خلال البوابه الالكترونيه. اي واحد بيدخل بيمر من على البوابه الالكترونيه اذا كان مع شنطه بتمر على سير الحقائب، جهاز الكشف باشعه اكس راي، اذا كان في اشتباه في اي حقيبه بتتفتح وبيتم التعامل معاها. بعد ما يتم تفتيشها وما كانش فيه اي حاجه بالنسبه لها بتحط عليها ستيكر بيدخل المسافر الى الداخل. القطارات كلها في قبل الطلوع للرحله بتعقم بمعرفه ضباط الحمايه المدنيه وبتمر بها الكلاب البوليسيه للكشف عن المفرقعات او اي اجسام غريبه. وبعدين بيخش القطر على الرصيف بيستلموا الضابط ومعاه القوات المناسبه من النظامين والسريين بيستمروا مع القطر لغايه نهايه الرحله. بالنسبه للخطوط نفسها الخطوط الطوالي قبل اي قطر في تعليمات من السيد وزير النقل والسيد رئيس الهيئه بانه كل قطر بيطلع قدامه جرار مفرد استكشافي لكشف السكه، وده اجراء تاميني رائع بيطمن السواق وبيطمن الناس. هل تم تركيب كاميرات مراقبه في المحطات الرئيسيه او المحطات الفرعيه؟ في بعض المحطات الرئيسيه زي القاهره واسكندريه وسيدي جابر في محط في كاميرات متركبه، ودي بتساعد تماما في تحقيق السيطره الامنيه. والجزئيه دي بالتحديد احنا كنا عرضناها على السيد رئيس الهيئه والسيد وزير النقل ومهتمين جدا بانهم يلبوا لنا هذا الطلب وهذا الاحتياج في كافه محطات الرئيسيه على مستوى الجمهوريه ان شاء الله. طيب في تقدير سيادتك او وجهه نظر سيادتك، يعني ايه اللي يلزم قوات شرطه النقل والمواصلات يعني محتاجه ايه عشان يبقى في تامين افضل في المحطات؟ يحتاج دعم الجمهور لينا. احنا كل الامكانيات بتاعتنا متوفره الحمد لله، السيد الوزير الداخليه موفر لنا كل الامكانيات البشريه والماديه. احنا لا ينقصنا الا تعاون المواطنين معانا، لان احنا بنحقق خدمه هامه جدا للجمهور ولينا ولاهالينا. فيعني مش طالبين اكتر من انه لو في اي معلومه متوفره لاي مواطن يديها لاقرب ضابط ليه وما يستصغرش المعلومه دي لانها ممكن تفيدنا وممكن تكشف عن يعني خروج على القانون. برضه بنطلب كمان من اخواننا المواطنين انهم يساعدوا رؤساء القطارات اثناء فرز القطر، يساعدوه بانه كل واحد يدفع ما هو مطلوب منه من اجر خاص بالهيئه، لان الفلوس دي يعني الهيئه بتستخدمها في تطوير الخدمات، وتطوير الخدمه ده بيعود عليا وعليك وعلى اي مواطن بيركب القطر. فالمرفق ده مرفق حيوي هام جدا 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 كلنا شعرنا به لما توقف، فنتمنى ان هو باذن الله لا يتوقف بل يتطور باذن الله بصوره مستمره ان شاء الله. هل كان في اي يعني اعطال في القطارات اللي توجهت النهارده اسكندريه؟ الحمد لله ما فيش اي اعطال والامور تمام الحمد لله، والقطارات في الفتره اللي فاتت دي كانت في صيانه والحمد لله الامور تمام باذن الله. لو في اي حاجه فيما بعد يعني نتيجه ضغط التشغيل الهيئه لديها الامكانيات والورش يعني المتكامله انها تتخذ الاجراءات اللازمه. بالنسبه للمحطات الفرعيه هل في تواجد امني برضو مكثف بيها؟ المحطات الفرعيه في اهتمام بس بالمحطات الرئيسيه. المحطات على مستوى الجمهوريه في محطات رئيسيه في محطات فرعيه. المحطات الرئيسيه دي بتتولى تامينها بالكامل الاداره العامه لشرطه نقل ومواصلات. المحطات الفرعيه بتتناول تامينها مديريات الامن على مستوى الجمهوريه كلهم في نطاق اختصاصه، والكلام ده مش متروك بشكل عشوائي، ده بيتم به تنسيق ما بيننا وبين مديريات الامن، وبالكم بتبقى متواجده الخدمات في كل المحطات. انا برضو من كويس ده سؤال جميل جدا علشان برضو اطمن الناس ان الخدمه متوفره في كل مكان.
فمحدش ينزعج وان شاء الله الامور هتعدي بسلام باذن الله. سياده العميد عمرو العطار مدير شرطه السكه الحديد، شكرا ليك وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب ومصر كلها بخير باذن الله. حضرتك بخير. طيب عربي السيد عبد الرزاق. السلام عليكم. الله يسلمك، الله يبارك فيك. انطباعك النهارده عن بدايه تشغيل القطارات مره اخرى وعودتها مره اخرى بعد توقف 68 يوم؟ والله حضرتك احنا يمكن يعني من اكتر الناس اللي اتاثرت بموضوع وقفنا القطار دوت، لان طبعا اثر على معيشتنا وعلى ظروفنا، واحنا الناس ما لناش اي مصدر رزق غير الشغله ديت حضرتك في السكه الحديد. فطبعا القطار لما وقفت اتاثرت بيتنا، اتاثرت ظروفنا كلها يعني، والحمد لله يعني. النهارده اليوم كان شغال كويس معاك؟ يعني الحمد لله، يعني بدايه مبشره والحمد لله، وتدريجيا كده ان شاء الله يمكن في خلال الاسبوع دوت القطارات ان شاء الله هتطلع، يعني هتبقى كلها بكامل طاقتها ان شاء الله باذن الله. هل يعني البيت بتاع حضرتك اتاثر بفتره التوقف ديت، الدخل بتاع حضرتك؟ اكيد يا بيه، طبعا 68 يوم واقفين، انت نفترض ان انت حضرتك عندك مصدر رزق ومقفول 68 يوم، اكيد اتاثر على بيتك، على اولادك، على مصاريفك، اكيد بيأثر معانا طبعا اكيد. طيب حضرتك 68 يوم دول حضرتك ما كانش فيه شغل خالص، ولا حضرتك لجأت لوسائل تانية كمصادر للدخل؟ حضرتك ما كانش فيه شغل، ويعني او اللي كان بيقدر، بعض الزملاء اللي كان بيقدر يعني له اي حاجة هو بيطلع يومية يشتغل يومية كده يعني، ويمشي حاله شوي. اتعرف فيك محمد شكري. استاذ محمد، انت بقى النهارده عن بدايه تشغيل القطارات المتوجهه لاسكندريه مره ثانيه؟ هو والله انا اشكر السيد وزير النقل والمواصلات وسيد رئيس الهيئه، بس حضرتك عايزين تنسيق اكتر من كده من السكه الحديد. انا سيادتك دلوقتي من الساعه 10 الصبح واقف في محطه السكه الحديد في مصر، حضرتك عايز ارجع تاني اقضي شغلي، فسيادتك من دلوقتي من الساعه 10 للساعه 3 ونص مفيش قطره، فحضرتك برضه انا هضطر دلوقتي ارجع بره للميكروباصات، وسيادتك التوتات بره يعني اسعارهم رهيبه وبيستغلوا الظروف، فانا بطلب من السيد رئيس الهيئه ان هو ينسق القطره، يعني حضرتك من الساعه 10 الصبح للساعه 3 ونص مفيش قطره، وسيادتك بقول ان في 8 قطره نزلوا من القاهره لاسكندريه وثمانيه من اسكندريه للقاهره، فنرجو من السيد رئيس الهيئه ان هو ينسق من الساعه 10 الساعه 11 بحيث ان انا كل ساعه يبقى في قطر، لان حضرتك من الساعه 10 3 ونص مفيش قطره، يبقى انا اعمل ايه؟ سيادتك هلجا برضو ان انا اركب برضو تويوتا، يبقى كده الهيئه ما عملتش ليا حاجه. فبنرجو من السيد رئيس الهيئه ان هو برضو يخدم اكتر من كده. يعني انت بتطالب بزياده عدد القطارات المتوجهه لاسكندريه؟ القطارات او حضرتك الثمان قطارات اللي هو نزلهم ينسقهم سيادتك، يعني من الساعه مثلا 10 لحد الساعه 3 ونص ما فيش قطره، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ يبقى في اعاده توزيع بين على مدار اليوم بين القطارات. شكرا محمد. شكرا لك. شكرا لك. اتعرف عليك. خيري محمد فتحي. اهلا وسهلا استاذ خيري. اهلا بيك يا فندم. استاذ خيري، انطباعك النهارده عن اعاده تشغيل القطارات مره اخرى؟ هي القطارات حاجه محترمه، لان ده شريان، وشريان رئيسي وحيوي ورحم الناس من العربيات والمشاكل بتاع السواقين. تمام. بس طب هل في مشكله قابلتك النهارده؟ لا، هو مبدئيا ما فيش مشاكل، بس هي واضح ان الحركه بدات لسه، بادئه لسه جديده، لكن ما حصلتش انتظام كامل للحركه بتاعت العربيات او بتاعت القطارات معنى صح، يعني بدليل ان احنا قاعد دلوقتي قاعدين جايين دلوقتي ومش لاقيين قطارات الا لسه الساعه 3 ونص. حضرتك بقالك قد ايه منتظر؟ انا دلوقتي منتظر بقالي ساعه. بقالك ساعه ولسه هتنتظر تاني لحد الساعه 3 ونص؟ لحد 3 ونص. فالمفروض ان طالما هيشغلوا يشغلوا تشغيل كامل الوقت، طالما انت شغلت قطر طب ما تشغل تشغيل كامل وخلي الناس تنتظم والناس تستريح، ولانك بترحم الناس من جشع السواقين، وفي نفس الوقت بتخف الضغط على الطرق، لان الطرق دلوقتي مش مستحمله. وسيله القطر ده بيعتبر شريان حيوي، لانه بيربط الناس ببعضها. الرحله بتاخد قد ايه؟ انا بتكلم عن رحلتي باجي من بنها، الرحله بتاخد حوالي ساعه الا ربع. فمعقوله يعني الرحله، يعني زمن التقاطر معقول. لو حضرتك ركبت ميكروباص او اي وسيله تانية بتاخد قد ايه؟ لا، بتاخد ساعتين ونص، يعني في فرق شاسع في المواصله. اول حاجه المواصله دي محترمه، بتوصل في من المكان اللي انت قايمه للمكان اللي انت رايحه في وقت كويس، لكن الميكروباصات بتيجي عند اليوب
او عند الكوبري الدائري بتتخنق المنطقه بتتخنق، بنفضل انها فوق عن ساعتين ونص عقبال ما بتعدي هذه المنطقه، فاي واحد بيتاخر عن عمله. بالنسبه كماديا يعني تمن تذكره القطر لحد اليوم كام؟ لا لحد بنها. لحد بنها لا، ده تمن فرق شاسع ما بين القطر وما بين العربيات، فرق السماء من الارض. ايه هو الفرق؟ يعني مثلا العربيات كان بيوصل لمرحله مراحل كانوا بياخدوا من بنها لمصر ب 10 جنيه، القطر لو ركبت المكيف مهما كانت لحد بنها 5 جنيه، ففرق يعني. وبعدين ده مكيف، التاني بقى بيبقى كله على بعضه ما ينفعش. والعربيات يعني في فتره جاء للسواقين بقى نظام جشع رهيب. طب في واحد قادر يدفع، في غيره مش قادر. طب وبعدين الناس اللي كانت بتروح شغل هتروح فين؟ الاجره زادت قد ايه؟ الاجره بره بالنسبه اللي بره يعني مثلا بنها دي كانت 2 جنيه ونص، وصلت بقت ما بقاش لها معيار. الوقت حتى في ظروف القطر بقت ب 4 جنيه في ظروف اللي فيها تواجد القطر، قبل كده كان بتوصل ل 10 و15، ولما تيجي تركب يقول لك لا انا مش رايح بنها، انا رايح الزقازيق وهاخدك خط بنها، اخد اجره الزقازيق وانزلك بنها، اخد اجره المنصوره وانزلك. ففان كان موقف مش صح مش كويس. محمد شكرا وبالتوفيق ان شاء الله. العفو يا مالك. سياده العميد رؤية الصيفي اهلا وسهلا بيكي مره ثانيه في خبر اليوم. اهلا بيكي، كل سنه وانتم طيبين، ومرحب بعوده السكه الحديد مره اخرى ان شاء الله. سيادة العميد، النهارده كان اعاده تشغيل قطارات الوجه البحري بعد توقف دام 68 يوم. ازاي استعادت الوزاره الداخليه النهارده لاعاده تشغيل القطارات مره اخرى وتامينها وتامين محطه مصر؟ طبيعي، هو الناس كانت مترقبه جدا طيله الفتره اللي فاتت، وقد ايه تعبوا قد ايه تعرضوا لنظريه العرض والطلب، ان لما السكه الحديد بتبطل لانها جهاز مدعم، ان في مواصلات كتير جدا بتغلى على هذا، وبعض المواصلات بتتقطع الطرق بتاعتها وقد ايه. فالحقيقه توجيهات السيد وزير الداخليه والسيد مساعد وزير الداخليه الامن الاقتصادي والسيد مساعد وزير الداخليه للنقل المواصلات، تكثيف الجهود وتجديد الامن وجميع الاجراءات التي تكون خارجه على القانون، تتعامل بمطلق الصرامه ويحرر محضر فورا ويعرض على النيابه، والتصدي بكل حسم لأي حالة خروج على القانون. فأمن الوطن لا يستطيع أحد أن يجزئه أو يفكر أنه هو يعبث به يعني. فكانت الحقيقة أن السيد الوزير قال لنا التوجيهات ديت، وتم وضع خطط متعددة المدى بعدة المراحل على مستوى كل المحافظات التي يمر بها القطار من مصر، من القاهرة حتى الأسكندرية. واليوم الحمد لله تم افتتاح الجزء الخاص بمنطقة الوجه البحري، وتم استقبال الركاب من صباح اليوم، وأيضا يوجد أجهزة جديدة بفحص الأشعة الأمتعة والحقائب المترددين على جمهور الركاب، ويوجد من الأول أيضا وتكثيف هذا بمناسبة الورود الذي يأتي علينا تباعا يعني، يوجد وحدة كلاب الأمن والحراسة، ووحدة يوجد فيها الكلب الباحث عن الفرقعات، والكلب الباحث عن المخدرات، والكلب الباحث عن السرقات. وأيضا يوجد من أجهزة الدفاع المدني أجهزة خاصة بالإطفاء، وأجهزة خاصة باكتشاف الأجسام الغريبة والإبلاغ عنها والتعامل معها فورا، وإذا كان أكبر من الحجم فبيعرض على كتيبة الإزالة في القوات المسلحة لأنها بمعرفته، والحمد لله لم يحدث هذا حتى الآن، ولكن نحن مستعدين لكل هذا وذاك. وايضا بنشهد الركاب ان هم يتعاونوا معانا لو في اي مشكله او في اي ابلاغ عن حاجه، ما يخافوش ويقولوا لنا باستمرار زي ما تعهدنا منهم مدى درجه ارتفاع الوعي عندهم وارتفاع حبهم للبلد، وان هم واقفين جنبنا ايد واحده، وبيقولوا لنا على كل حالات الخروج على القانون اللي هم بيشوفوها، وبيساعدونا كتير جدا في ضبط القضايا. فسرعه الابلاغ بتساعد على سرعه الضبط، وهذا ما تم وحصل طول الفتره اللي فاتت، واتمنى ان احنا نبقى دوما وما يخافوش من اي حاجه. والحمد لله نحن ايضا من نسيج الشعب المصري، يعني بصفتي مش ضابط، لو راكب، لو مجرد راكبه عاديه للقطار، من حقي ان انا استمتع بهذه الخدمه، من حقي ان انا ابقى يحترموني، يحترمني الحفاظ على حريتي بالقانون، وايضا تفتيشي دون حرج عن طريق الاجهزه التي اتت بها وزاره الداخليه للفحص. طبعا ظبطنا حالات النهارده مخدرات، حالات سلاح ابيض، ده المجرى العام للامور، لان كل الناس مستوعبها زي بعضها. كم محضر يا فندم؟ حتى الان يوجد محضرين مخدرات ومحضرين سلاح ابيض.
إلى أن يوجد حالات اشتباه طبعا، ومهمتنا طبعا ضبط حالات الخروج على القانون، وضبط حالات الخارجين من السجون والهاربين من السجون، وضبط حالات تنفيذ الحكم النهائي التي يستوجب تنفيذه. فدي من ضمن مهامنا الأساسية هنا، تحقيق الأمن العام في هذا المكان وعلى جميع الأماكن التي يمر فيها القطار. ويوجد أيضا شرطة تأمين القطارات تتبع الإدارة العامة لشرطة نقل المواصلات، موجودة على متن القطار من أجهزة البحث الجنائي ومن الأجهزة النظامية التي تطمئن الركاب وتتلقى بلاغاتهم فور الحال وتمنع أي حالة خروج على القانون وتتصدى لها فورا. ويوجد في جميع المحطات طاقم شرطة في كل محطة من شرطة السكة الحديد يتصدى لحالة نزول الراكب في أي محطة حينما يبلغ عن فقد أمتعة، عن حقائب، يبلغ عن حالة مشكلة خروج على القانون. يعني موجودة الحقيقة الشرطة بال 24 ساعة وموجودة في جميع الخطوط، وهذا ينسق تماما مع جميع مديريات الأمن التي يمر بها القطار المتحرك. إذا كان مرة من القاهرة فيعدي على القليوبية ثم الشرقية ثم المنصورة ثم الغربية ثم محافظة البحيرة ثم محافظة الأسكندرية. فهذا تماما وجد تبع خط التأمين على حسب توجيهات السيد وزير الداخلية. سيد العميد رأي الصيفي، بشكر حضرتك وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا يا فندم.